هذا هو جبل راشمور، نصب تذكاري لوجوه 4 رؤساء أمريكيين هو منحوت في الجرانيت بارتفاع 60 قدما. الرؤساء هم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وثيودور روزفلت وأبراهام لينكولن. وعند سفح هذا الجبل بالتحديد وعشية عيد الاستقلال الأمريكي، وجه الرئيس دونالد ترامب نداء مباشرا إلى الناخبين البيض الساخطين، متهما المتظاهرين الذين دفعوا من أجل العدالة العرقية بالمشاركة في حملة لا ترحم لمحو التاريخ الأمريكي. رسالة ترامب من هذا الجبل الضخم ركزت على تدنيس بعض المحتجين للآثار والتماثيل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تكرم أولئك الذين استفادوا من العبودية، بما في ذلك بعض الرؤساء السابقين، مشددا أيضا على ضرورة أن يتكلم الأمريكيون بفخر عن تراثهم. لكن على ما يبدو أن رسالة ترامب لم تصل، فقد أسقط متظاهرون هذا التمثال لمكتشف أمريكا كريستوفر كولومبوس في مدينة بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وظهر في صور نشرتها صحيفة بالتيمور سن اليومية متظاهرون يقومون بإسقاط التمثال بواسطة حبل بالقرب من مدينة ليتل إيتالي. ترامب كان تطرق إلى كولومبوس المتحدث من جنوب في خطابه على سفح جبل راشمور قائلا: سنقاتل معا من أجل الحلم الأمريكي، وسندافع على أسلوب الحياة الأمريكية الذي بدأ في عام 1492 عندما اكتشف كريستوفر كولومبوس أمريكا، وسنحميه وسنحافظ عليه. كما قال، تمت إزالة العديد من تماثيل كريستوفر كولومبوس أو تخريبها، لا سيما في بوسطن وميامي وريتشموند أو فيرجينيا أو كيمدن في نيوجيرسي، فيما سحبت بلدية سان فرانسيسكو تمثال البحار الإيطالي من البرلمان المحلي.